أعزائي المشاهدين، اليوم معكم حلقة جديدة من ستيك مع روزماري وشوية قدر سوتي. وهلأ رح نبلش العملية بزيت الكوكو قبل الزبدة، وهيك نبلش العملية بشوية زيت كوكو مثل السمنة بالمناطق الشرقية. وهيدي الصوص محضرة من العسل والموسترد والمايونيز وعصرة حامض وشوية حر، أنا بحب الحر. وهيدي الفوفيلي جاهزة، هلا بتسخن زيت الكوكو. ومثل ما عم نشوف أعزائي المشاهدين، حطينا اللحمة بالسموك بالطواية الجريل، هيدي إذا ما بدكم تستعملوا الفحم، وحطينا عليها بهار وملح. ننطرها لتنقلب على الوجه الثاني، وهيدا الوجه الثاني. وهلا بتبلش تستوي منيح، وبما انه هلا بلش تستوي بننزل عليها الزبدة، بننزل عليها كمان ثوم طين ثوم، وبنحط شوية روزماري وزعتر وطرف حبق صغير عشان يعطوا النكهة. وهلا اعزائي المشاهدين بنحط شوية صوص هيك نقلبها، وبما انه بلش يمشي الحال بننزل عليها بالخضرة بالليجيم سوتي، بصل اخضر شغل اليوم وشوية فليفلة وجزر حر، انا بحب الحر كثير، شوية كوسة. هلا على نار رايقة بيمشي الحال، وبالاخر بيكون ناطرهم الصوص ابو ميال ابو عسل. ومثل ما عم نشوف اعزائي المشاهدين بلش اللون يبدل، القصة بلشت تزبط. اعزائي المشاهدين هلا انتقلنا من اول عين للعين الكبيرة بالغاز، بس شو بدي اخبركم، اللحم كتير جوسي والريحة unusable، يعني شو بدي اقلكم، شي خيالي، الحكي مش مثل الشوف. وهلا اعزائي مشي الحال وزبطنا الامور كلها، وهلا الصوص اللي بقلبها موتار وعسل عم تنزل عليهم، والجوسي والفيجيتابلز، بس منقول بون ابيتي.